أنا هنا في مخيم الزعتري في الأردن، مخيم كبير جداً جداً، ساعته حوالي 80,000 شخص، مدينة صغيرة. الدعم اللي هنا أو الدعم اللي بيوصل ما بيروحش في أكل وشرب، بالرغم أن دي من أسس الحياة. الدعم اللي بيوصل بيروح في حاجات هتنشئ جيل كبير، من حق كل طفل أنه يتعلم، من حق كل طفل أنه يتعالج. حكومة الأردن مشكورة أنها تستقبل هذا الكم الهائل، وهذا ليس المخيم الوحيد على أرض الأردن، في اثنين مخيمين كمان، في مخيمين كمان الأزرق والإماراتي، أنها تستضيف أخواتها، أخوانهم من سوريا، مش بس خلاص عدوا هنا وعيشوا، دعم كبير 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 أنا شايفه الحقيقة من الحكومة الأردنية للأخوة هنا السوريين والسوريات والأطفال. كمان اليونيسف، يعني عايز أقول أنا حقيقي فخور أنه أنا سفير بهذه الزيارة، فخور أن أنا سفير لهذه المؤسسة المعنية بس براحة الإنسان وأنه يعيش عيشة كريمة، ومش بس الإنسان وكمان الأطفال. الحقيقة أنا تخصصي الفايل اللي أنا متخصص فيه في اليونيسف هو له علاقة بالأطفال. طفل بتشوفه بتفرح فيه، بتفرح طفل بتشوفه هنا بتفرح بيه قوي قوي قوي، ولكن في حاجة بتوجع قلبك، إنه هو أنا عايزه يبقى في بيته. فأرجوكوا ساعدوا الحكومة الأردنية، ساعدوا اليونيسف في إنه الناس اللي هنا تعيش زي ما أنت عايش.